الرئيسي انه في مستهل عام ميلادي جديد وحاجات وان والذين رجالا ونساء. فعشان كده انا باطلق مبادره وطنيه على مستوى الدوله لتوفير حياه كريمه للفئات المجتمعيه الاكثر احتياجا خلال عام 2019. حلو، عرفنا بقى ده كريمه مين بقى اللي ماتت. طيب احنا خدنا السوشيال على الكلام ده على المبادره دي، ودلوقتي زي الهوى كتب كلماتها الشاعر محمد حمزه ولحنها بليغ حمدي. لا، ودلوقتي ناخد السوشيال. يلا بقى ناخد السوشيال اللي عملناه على ايوه كده هو ده بابلز لايكات وقلوب وبتاع. طيب ناخد السوشيال معانا ونبدا السوشيال. كان السوشيال الحقيقه بيتكلم على القصه دي، وكنا حطينا السؤال لحضراتكم. السؤال كان بيقول النهارده خيبر رجع عبد الفتاح السيسي يطلق مبادره وطنيه لتوفير حياه كريمه للمصريين، في رايك هل السيسي بسياسته الحاليه هيقدر يوفر حياه كريمه للمصريين؟ طيب والله السؤال كنا بنساله بضمير، يعني نشوف حضراتكم قلتوا ايه برضو بضمير. همام بيقول نظام الحكم العسكري في اي دوله يقوم على جعل الشعب مشغول باكل العيش، اختلاق اي مشاكل معيشيه لإلهاء الشعب، ان يكون هو المسيطر على المؤسسات قضائيه اعلاميه، القضاء على الاحزاب المعارضه. اذا من اين تاتي الحياه الكريمه لاي شعب؟ تحياتي ليك يا همام، بشكرك جدا. اللي بعد همام عماد بيقول مبادره لتوفير حياه كريمه، علامه استفهام علامه التعجب، زي لما اطلب من الشعب تفويض لمواجهه الارهاب. ماشي، يعني كالعاده بيتنصل من مهام وظيفته وبيحمل الشعب مسؤوليه كل شيء. انت جايه اشتغلي ايه؟ بشكرك يا عماد جدا. نخلينا مع عماد شويه. ماشي، نور الدين حامد بيقول حياه كريمه علامه استفهام واحده واربع خمس علامات تعجب، زي عام المراه اللي اتبهدلت وسكنت السجون، وعام الشباب اللي قعدوا على القهاوي واتقفلت فرص العمل الحكوميه والخاصه واتبهدلوا في دول الخليج الشقيقه. حياه كريمه يبقى هيخلص على اللي باقي كرامه المصريين. نور الدين حامد، نور الدين بشكرك يا نور جدا جدا جدا. عمرو بيقول هو بيوفر فعلا حياه كريمه ورخاء كمان لاهله وعشيرته واصحاب الاموال اللي بيعمل لهم كومباوند كبير عشان يبقوا جنبه. شكرا يا عمرو. اللي بعد عمرو بديع حسان بتقول وهل توفير الحياه الكريمه يتطلب مبادره ام قرار بعد خمس سنوات تذكر المواطن الغلبان، ام انه يحتاج الاهل المواطن الغلبان ليستكمل به شكل الديمقراطيه المزعومه لتمرير الاستفتاء بمد فتره رئاسته حلقه موفقه وهي ان شاء الله. شكرا يا بديع حسان. ايمن بيقول ده كلام الاستهلاك المحلي للسنه الجديده، ده كلام ملوش اي ارضيه من الواقع مثل كل المشاريع والوعود السابقه اللي ما شفناش منها حاجه على ارض الواقع. شكرا يا ايمن. محمد نبيل بيقول ده وعد من الوعود الكاذبه اللي بيضحك بيها على المصريين، للاسف هيضطروا يصدقوا ويحاولوا يفرحوا شويه يمكن يصدقوا المره دي. شكرا محمد. علي بيقول ازاي يعني ده مخرب الحياه المصريين، عايز يوفر حياه كريمه بجد، ياخد من الجنرالات والقاده وضباط الشرطه والجيش بدل ما ياخد من الشعب الغلبان وبدل المشاريع الفنكوش اللي بيعملها. تحياتي ليك يا استاذ محمد. منى بتقول حياه كريمه من اي اتجاه؟ بأمارة ايه؟ بطاقه التمويل اتلغت؟ ولا الكهرباء والميه اللي زادت؟ ولا الادويه وحليب الاطفال اللي مش موجودين؟ وبعدين لازم الشعب اللي يعمل، وبعدين ليه لازم الشعب اللي يعمل؟ اول مره اشوف شعب بيصرف على حكومته. انا بقى عجبني تعليق منى، يعني بص استنى، انا عجبني تعليق عماد ونور الدين وبديع حسان، كلام جميل جدا، لكن تعليق منى هايل جدا جدا. منى خدي اللايك ده، بشكرك جدا. ناخد اللي بعد منى لو بعد منى موجود، لكن على كل حال هي فعلا زي ما قال عاطف بيقول مين اللي هيوفر حياه كريمه للمصريين؟ بيطلب من مين؟ بيطلب نفسه؟ هو في حد منعه انه يوفر حياه كريمه للمصريين؟ طب ما ينزل التحرير ويطلب حياه كريمه للمصريين، طب حد يقول لي ان في واحد بيحكم مصر خلى عيشتها زفت وقطران، حبس العيال وغلى الاسعار وافلس الناس، حد يقول له؟ تصدق انا تسرعت يا عاطف برضه؟ يعني انت برضه تاخد، معلش ممكن تديله لايك عليه؟
ممكن؟ لأنه ده كلام برضو مهم. عاطف، أشكرك جدا. اللي بعد عاطف هو يعني مش لايك واحدة، يعني هو اللي بعد عاطف ناخد، لأنه ده كلام فعلا كويس. معرفش مين الحقيقة، بس مصطفى بيقول وعود كاذبة بيسمعها المواطن البسيط عندما يحتاجونه عند صريخ انتخابات، لا أكثر ولا أقل. 5 سنوات لا يمل من العود الكاذبة، كذاب أشر. أشكرك يا مصطفى جدا. اللي بعد محمد بيقول العيش بكرامة لا يتماشى مع السيسي والنظام، فهذا النظام قائم على إهانة الناس وذلهم. الكرامة أن نقتلع هذا السفاح المجرم ونظامه وأن نختار من يمثلنا بحق. على كل حال بشكرك يا محمد، بشكر عماد، بشكر نور الدين، بشكر بديعة، وبشكر منى، وخلونا ناخد